الفالو بكمبورشا كتماس دادر يتماريوش مجبا بروغرام مجمرو بزيك تنيي نورو درجالي لمي جنيو بركات تولاجوش فويتاني فترانو سيلو عميكو يان نگا گراتشو يتماريو لاجوش تناغرو يكتماس دادرو تمهرت ممريا ببكولو يمجبا بروغرامو اندي جمر اللاجو يمي فالغو تمهرت بيتوش بركات تاب مهناتشو رجي درجيتوش دقاف اندي عدرقوم تريا قربوال سلاح الدين سيد زرزرزقب بكمبولشا كتماس تدادر باند تمهرت بيتي تجمرة يتماريوش يمجبا بروغرام باهونو ساعت بسدست يتلايو تمهرت بيتوش بفرقا يمجبا سرا يتسرا يجنال يمجبا بروغرامو بزكتن ينورو درجة لمي جنيو بركات تاولا جوش افوي تايفة ترم هنون يبروغرامو تتقامي ولا جوش تناغروال يهي سرا بمجمرو بات امدس بلونيا اك ابارشو كتجمرة الناس هاي جمر بفي تراسو ليونة تالو بلتو سيجابو كازي بلتو راسو ودبيتا شوم سيهدو باتامري يناتالو نادس فلونيا ولت جوشالو يمان مجابا مزينو زي ممارو ناشو ولتو مان باتامرون هندو تلاينتو تمرتي تكتاتلو مسام كرسم زيسلامي مجابو بيتا لازاجم بك ازيونو تواتماتشي ازو تمجو ودكلاتشي جابالو أميكو عندك عجراتشو تماريوش ببكولاتشو باهونو ساعات مجبا متجمرو تمرتاتشو لاي بتشات كراتن دي عدرقون داك جزاتشو بمجلس بزيون ديك التلسيل تايقوال بدان بطرو درجاني اللانو كساعت من القبو يكساعت من سنو كساعت من تمجبانو ري بتاتشنم من ايدو بمجمرو عجزونا اللا تمرتاتشنم عجزونا وزي بيك التل ترونو كاز بفيت بوزمان دان دي سالبالا ممتعنا برا بمجمرو ترونو بس لا يعلونا كذا. تمرتي لنا هم كتبتي لنا تيا وليلا كذي اللي. سنمارم تمك بس لما نقابل كنا نفتح نجانا نقم. يوم بنلاقيهم كذا تمرتويت وتعديو تشالو لأن أستاذ كتبتك تم بنهي بس لنا. بيزلك لا شو لنا سمي أكيدن بحالة. طري بس لنا. تماريوش بتمرتات شولاي لو تعلو يعلوت بتمرت بيتوش يوم جبا برنامج من الجمر يستوى برو يششابرنا يقفاتك على عند نادرجة تمرت بيت من مهران دقافو كولا جوتشنا كرجي درجة توش عندما يجنيم تناغروال كتلا جوند مش تجني سباه ولا تشيس متوسط دستاجن ترى بما ترى لتجني دمو أسرع سباه تشي أمس متوا أسرع مست يتجني وبعنزة تلوت نا نزارجن مجبون كتلا ولا جسب سبان بما ويت ወላጆችን ፈቃደኛ ስለሆኑ በእነሱ አማካኝነት የተሰበሰበ ደግሞ 100 ብር አለ እሱን በማቀናጀት የምገባ ፕሮግራም ተጀመረላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ ትልቅ ለውጥ አለ አሁን በመማር ማስተማሩ ላይ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። በተለያዩ ድርጅቶች መንቀሳቀስ ይችላል ነበር ያው የተወሰኑ ድጋፍ እየሰጡንም አሉ ቀለም ይገቡልን አሉ አሉ እንዱም በተጨማሪ ደግሞ ያው በተለያየ የኮሚቴ ስራ ነውና ኮሚቴ አዋይተን እንሰጣችኋለን ድግፋችኋለን የሚል ተስፋ ያለን እንደሚመስለው የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ተጠሪ አቶ መሐመድ ሐምዛም የምገባ ፕሮግራሙ ቢጀመርም ችግሩ መጠነ ሰፊ በመሆኑ በሌሎች ትምህርት ቤቶችም ፕሮግራሙን ለመጀመር ረጂ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። እንደ ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ በርካታ ከተለያየ አካባቢም ተፈናቅለው የሚመጡ ህፃናቶች አሉ። በርካታ ምገባ የሚያስፈልጋቸው ህፃናቶች አሉ። እነሱን ለማገዝ ሲባል ይሄ በቀደም እንዲካተት የትምርት መምሪያውም እንደ አንድ ትኩረት አቅጣጫ ያዘው ነው። ችግሩ በጣም አሳሳቢ ነው። ከዚህ በለጠ ሌሎች አጋር አካላት ድጋፍ ካላደረጉበት በአሁን ባለው ጅምር ስራ ሌሎች ትምርት ቤቶችን ይሸፍናል ማለት አይቻልም። ስለዚህ ሌሎች አጋር አካላት ድጋፍ ያስፈልጋልንም ሐሳብ አለንም።